ليش عم تحكي؟ منين عم تحكي؟ منين يعني؟ من حلب. خير في شيء؟ شو بده يكون في يعني؟ اشتقت لك وحبيت اطمن عليك. ايه وانا كمان حبيبتي اشتقت لك. بس دخيلك عجلي بالمكالمة قبل ما تجي مرتي. ليش انا شو؟ انا مالي مرتك؟ ما لي حق عليك؟ امبارح امبلا. بس يا سعاد. بس يا سعيد انت بتعرف ظرفي يعني، هو الانسان لازم يساير الظرف. سعيد من حلب. سلم لي عليك. بتسلم عليكي ابابي. بتسلم عليك مرتي هند. الله يسلمك ويسلمها. ايه سيد عصام، هلا نحن لامتى بدنا نضل هيك؟ قربت تفرج، قربت. المشكله انها دائره شوي. ايه دائره على الكل مو بس علينا. اخي سعيد اخوك ما لكن اسمع عصام، معك 3 اشهر لحتى تعلن زواجنا، واذا ما اعلنتوا انا رح اتصرف. لا شو 3 اشهر؟ قليل كتير، الظروف ما بتسمح يا سعيد. على كل حال بس تجي على حلب بنحكي بالموضوع. يلا تصبح على خير. وانت من اهله، الله معك. خير شو بسعيد؟ ما في شي روحي، عم نحكي عن الحسابات. على شو عم تتفرجي؟ فيلم عربي. شو اسمه؟ اسمه الزوجة الثانية. وحلو دخلة؟ ايه كثير حلو. دخيلهم هنن وهالافلام المعدة. اوف وليش معدة بقى؟ لانه هالمواضيع صارت قديمة ومنسقة. يعني مين عاد تجوز على مرته بهالايام؟ مين؟ قولي لي. ليش قلت رجالي بيعملوها؟ بيني وبينك رجال مالهم امان. معك حق وببصم لك بالعشرة، بس مو كل رجال يا هنا. ابدا مو كلهم، لا تعممي ارجوكي. بعدين الجواز من مرة تانية بده رجال يحمل عن حقه حقيق، لانه قرار الجواز تاني مرة مو سهل ابدا. والله اهم من القرار السياسي. ومعلومك القرار السياسي بيأثر على الشعب كله، اما القرار تبع الجواز بيأثر على الانسان نفسه. ايا كان الك خيي ما تبله الايدين. خرج جوزة. ليش شو صار؟ لما دريت مرته انه متجوز عليها سلخته كيف مثل فراق الوالدين. سلخته كيف؟ ايه لسه بدها تحط له سم بقلب الاكل. سم بالاكل؟ وشو عرفت انت؟ لك شلون شو عرفني؟ شايفته 5 مرات بس ما كنت اشبع منه. دخيلك انت والافلام. الو اهلين. الحمد لله. ايه بعده هون لحظه. مين؟ قوم سعيد. مين سعيد؟ لك سعيد من حلب، قبل شوي كنت عم تحكي معه. شو نسيته؟ ايوه الواحد لا بتعرف. ايه الو سعيد كيفك استاذ عصام؟ شلون احوالك؟ يا سيدي الله يخليك. اسمع استاذ عصام، انا اليوم مريت على زبون حارة الكلاسي وقال شو ما بيقدر يرصد الحساب قبل 3 شهور. لا شو 3 شهور؟ كثير هيك. عم يقول ظرفه ما بيسمح. بلا ظروف بلا بطيخ بسمير. وينك؟ على كل حال احكي معي على المحل بكره، مالي فاضي هلا، عم تابع الفيلم. اي الله معك، وانت من اهله، مع السلامه. شو بك عصام؟ حيرته للزلمة؟ مرة بتقول له 3 اشهر كثير، ومرة بتقول له 3 اشهر قليل، مرة بتقول له خلينا نراعي الظروف، ومرة بتقول له بلا ظروف بلا بطيخ. ايه والله خيلته. حبيبتي لأنه كل مرة كنا عم نحكي عن زبون شكل. ايه ستي؟ شو صار بالفيلم؟ سممته يا ترى؟ ايه من زمان حطت له سم بالشوربة. وما؟ هلا وقت الدعايات. ايه حبيبي، شو بدك تتغدى بكرة؟ أي شيء مو مشكلة. عملك شوربة عدس؟ لا ما بدي شوربة. شوربة قال اوعك. ها اوف وليش بقى هيك؟ شو ليش يعني؟ بقصد معدتي فارطة ماشية شوي، ما بتواتيني الشوربة. لكن شو اطبخ لك؟ ما في داعي تطبخي حبيبتي. لا تطبخي شي، انا بجيب معي اكل من السوق اضمن. قصدي احسن الواحد ما يتوسوس. بالعكس لا تتوسوس ولا على بالك،
طالما فارطه معدتك معناها اكل البيت اضمن، على القليله بتعرف شو حاطين بالاكل. اه ليش يا شو بدك تحطي بالاكل؟ بنجودو عم بيقولوا انه سوق الاردن صاير قوي كتير. مين قال هالحكي؟ ايمن اللي عنده محل جمله براس السوق. بقى شو رايك؟ بشو؟ انه نفتح خط جديد مع الاردن. والله انا ما عندي مانع، بس هالشغله بدها سفره لهنيك مشان ندرس السوق على ارض الواقع. هو بيني وبينك عم فكر اعمل لي مشوار لهنيك الاسبوع الجاي. وليش لحتى تسافر انت؟ ليش ما بسافر انا؟ لا عمي ما حذرت، انت مالك امان. لا يا تحسين، شو هالنغمه هاي؟ شو ما في ثقه بيناتنا؟ لا يروح فكرك لبعيد، انا بقصد شي تاني. شو بتقصد بقى؟ يلي بقصده أنا لما فتحنا خط جديد محله وبعتناك ترتب الشغل هنيك، رحت حضرتك تجوزت وحده حلبيه، ومو بعيده هلا لما نبعتك على الاردن تطرق لك جوازه ثالثه. بس وينك عصام؟ طالما صايره وصايره، شو رايك تتجوز لك وحده من حمص؟ بصير عندك محطه بين الشام وحلب. لك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعك. ما حدا رح يسمعنا. قلي لشوف شلونك مع مرتك الجديده؟ ما انتو بيالله على هالنهار. لك شو صاير لك اليوم تحسين؟ رح تخليني اندم لاني حكيت لك؟ لا لا تربحني جميل انه حكيت لي. يا سيدي ما حكيت لي، انا افرتك. العاب 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 خلصني. عادي. وهي جهار وهي سوي. تفضل. أنا ما قلت لك لا تعملي شوربة. إيه حبيبي، إذا ما بدك شوربة كول في أكلة تانية. لا لا مو هذا القصد، ولو بسترجي بسترجي ما دوق طبخك. سكبيلي شوية شوربة. عصام حيرتني. إيش بدي أعمل يا هند؟ هفت نفسي على الشوربة. بعدين الأكل بشهي وبيفتح النفس. ومعدتك؟ منيحة معدتي، ولا يهمك، مثل الحديد. عصام بتعرف وين كنت اليوم؟ لا والله، وين كنتي؟ كنت عند بنت خالتي شفيقة. ولا تاري لك هالسهيان جوزة متجوز عليها؟ متجوز عليها؟ شو هالحكي؟ يخرب بيته شو طلع قليل أصل. لقوا أدمانه حربوق وخبيث، صار له سنة متجوز عليها بالسر وما حدا حاسس عليه. العمى بقلبه، العمى شو إنه نمس؟ العمى ما أخبسه. لك شو هالناس هاي؟ شو هالناس الإرادة؟ ودخلك شلون عرفت شفيقة؟ حست عليه. شفيقة مانا قليلة منوب. ما اختلفنا، بس شلون حسيت؟ عصام لا تقلي المرأة البدليلة، يعني قد ما حاول الرجال يلعبي ديله إلا ما ينكشف أمره بالنهاية. ايه طبعا هذا مؤكد، مثل كل جريمة لابد ما تنكشف بالنهاية ويلتقط القاتل. بس ما قلتي لي هند، شلون حست شفيقة إنه جوزها متجوز عليها؟ ها بالأول صارت تشك بتصرفاته. مثل شو؟ يعني صار يرد على التليفونات كتير، ولما هي ترد يسكروا بوشها، ولما هو يرد يحكوا. شوفي الغلاصة شوفي. ايه وبعدين؟ بعدين صار يهندس حاله كتير، يعني صار يتطقم ويسبسل شعراته ويبخبخ هالعطر على الطالعة والنازلة، ويغني على المراية هو عم بيحلق، مع انه جوزة وشه ناشف لا بيغني ولا بيحكي. والإضافة لهالشي ما عاد حب القعدة بالبيت، وصار يجيب له هدايا لمرته على الطالعه والنازله، شي بطعمه وبلا طعمه، شي بمناسبه وبلا مناسبه. والورد ما عاد فارق البيت، ويا من تراه فايت بشقفه زريعه او طالع بباقه جاردينيا. ايه وبعدين؟ المهم ضلت وراه ضلت وراه لحتى لقطته لقط اليد وشوف العين هو ومرته الجديده. وين لقطته؟ ليش لقطته يعني؟ شو عملت؟ شو عملت؟ ولولت عليه ولولي، لمت عليه الجيران، عملت له فضيحة إلى أول ما لقاه. طبعا خرجوا خرجوا الله لقيمه، برافو عليها، ما أثرت أجدا هالمفيئة. ما أثرت أبدا هالشفيئة. ليش ما حط مي على الصفرة حبيبتي؟ تكرم عينك حبيبي. يلا المبالغة في اللبس والهندام وبخ.
الكالونيا يجب عدم المبالغة في تقديم الزهور والهدايا دون مناسبة. يجب الانتباه لموضوع التليفون. ألو، مرحبا حبيبتي سعاد. أهلين عصام. عيني اسمعيني منيح، الله يرضى عليكي، بدي أقول لك شغلة ولازم تنفذيها من اليوم ورايح. لا بقى ترني التليفون وتسكري بوشمرتي على الإطلاق، الله يخليكي، فهمتي؟ لكان شو أعمل؟ اسأل عنك يعني؟ لك لا، شو تسألي عني أنت التانية؟ كل ما هنالك أنه ما بدي يصير فيني مثل شفيقة. مين هي شفيقة؟ بنت خالة مرتي، السهيان جوزها متجوز عليها بالسر ونلقط بالجرم المشهود وانفضح فضيحة مطنطنة. يا سيدي بتصير بأحسن العائلات، انت ليش زعلان؟ لك روح قبال ما تلتقط انت التاني. هلأ ما قلت لي وقت اللي بدي اطلبك شو اعمل؟ محلولة روحي محلولة، ولا يهمك. اسمعي، انا رح اشتري موبايل خليوي يعني، سمعاني؟ ورح خليه بجيبتي على طول بحيث امتى ما رنيتي رح رد انا دغري. عم تستوعبي مني سعاد؟ عظيم عظيم جدا، كتير حلو، الله معك، مع السلامة حبيبتي. نعم طبعا بحبك، ليش اتجوزتك لك؟ ليك والتاني. ايه الله معك، مع السلامة. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. شايفة ما أحلى؟ شايفة شو نعوم وكربوج؟ هو صحيح صغير بس فعله كبير كتير. ها بس انت ما قلت لي انك رح تشتري خليوي، امتى اجت ببالك هالفكرة؟ بصراحة غرت من هالناس الفصاعين الصغار وولاد المسؤولين، كل واحد شاكل خليوي على خصره شكل. بعدين لقيته بيلزمني بشغلي حبيبتي، والأهم من هذا وذلك أنا راي جاي على حلب مثل ما بتعرفي بخصوص الشغل طبعا، وأكيد بالك عم يشغل علي، مو هيك؟ ايه، وخصوصي لما بتكون مسافر، أنا كتير بخاف من طريق حلب. شفتي شلون؟ فقلت لحالي يا ولد خطي مرتك، حرام اشتري له خليوي وطز بالمصاري. الله طعمك انت، الله رازقك، الله واهبك، هيك صرت حاكي حالي يعني. بس من هلأ ورايح ما عاد ينشغل بالك علي أبدا، لأنه الخليوي رح يضل بجيبتي على طول وين ما رحت وحيث ما تفتلت، بحيث انك امتى ما رنيتي لي برد عليك دغري وشخصيا كمان. طيب وأنا امتى رح تشتري لي خليوي؟ ايه مبلا لكان، بس طولي بالك عليه شوي تاني روحي، لأنه في إشاعة أنهم رح يرخصوا ويمكن يوزعوهم بالبلاش ويشتغلوا بنظام البطاقة، هيك سمعان. يلا قولتك، ما في داعي للعجلة، على كل حال إذا لزمني بستعيره منك. وشلون بدك تستعيري بقى؟ يعني بركي إجاني مكالمات مهمة والخليوي كان معك. بسجلك ياهن حبيبي، لا تأكل هم. قديش في عنا جمعيات هالخميس أخي تحسين؟ حوالي 60,000. وفي سيولة بالدرج؟ ايه في، لا تأكل هلا. يعطيكم العافية. أهلين مدام، الله يعافيكي. هذا أنت؟ أهلين وسهلين ومرحبتين، شو عم تعملي هون؟ كنت عم بفتل بالسوق، قلت لحالي بمرق شوي لعندك. يا أهلا وسهلا، تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا معلشي، بيان لي فتلة صغيرة بروح بعملها وبرجع. ماشي عصام؟ ماشي، خدي راحتك. لازمك مصاري شي؟ اي والله تسلم لي عينك، بدي 10,000. اي على عيوني وراسي، تسلمي. تفضلي. يسلموا هالايدين. ما ضيفناكي شي مدام، تفضلي. معلش بس لارجع. الله معك. شو نصها عصام؟ انا نصها؟ هاي ثالث مرة بهالاسبوع مدامتك بتمر على المحل. اي وشو يعني؟ سلامة عرفك، لما المرة بتتكرر زياراتها لمحل شغل جوزها معناتها شاكة بشي. شو هالحكي، معقولة تشك بشي؟ طيب ليش لتشك؟ ما بعرف، سأل حالك. يعطيكم العافية. سعاد فاجأت فيني مو هيك؟ أهلين وسهلين. أهلين مدام، أهلا وسهلا. شبك عصام؟ ليش هيك تاخدت؟ لا حبيبتي ما تاخدت ولا شيء، الحمد لله على السلامة، يا أهلا وسهلا فيكي. بس ليش ما خبرتيني إنك جاي؟ حبيت أعمل لك إياها مفاجأة.
فعلا فاجأتيني فاجأتيني للعدو. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا شو ارتاح؟ لا يا عبد، شو ما عليك يا عصام، ما بدك يعني ارتاح؟ ولك يا حبيبتي فهمي علي، مرتي هند هون بالسوق عم تتفتل وما بقى الا توصل. ايه يعني شو بتريد مني اني اعمل؟ يعني من رأيي انك تحملي حالك هلا وتروحي على الاوتيل، وهي تحسين بوصلك، وانا بحكي معك المساء. عجلي الله يخليك، لا ما يصير هلا بتوصل مرتي. شو يعني ما رح شوفك اليوم؟ لكن بلا رح تشوفيني، بس تيسري هلا. طيب ما بتكون ضيفوني قهوة؟ ولو تكرمي مدام. لا شو تكرمي مدام، ما في وقت للقهوة، لا طلعوا لي جناني. طلع وصلت المدام. أنا مدام لك هنيك. طلع ولي، هذا الحساب اللي كنت حاسبه. مدام هاي الألوان كلها عندك، شوفي اللون يلي بناسبك واختاري منه، ونحن تحت أمرك. يعطيك العافية. أهلين هنودة، الله يعافيكي، إن شاء الله توفقتي بالسوق حبيبتي. ماشي الحال. شوفي مدام، في عنا صفة ألوان جديدة كمان إذا بتحبي تشوفيها. لا ما بدي شوف شيء، شايفته من هون أنا. يلا عصام، ما بدك تروح على البيت؟ لوين؟ ما بدك تروح على البيت؟ ايه بلا لك، ماشي معك فورا، ما أحلاني وقاعد هون، ما أحلاني. يلا بدك شيء تحسين؟ الله معك. السلام عليكم حبيبي. مع السلامة. أنا بالبيت ها. إن شاء الله. السلام عليك. الله يكون بعونك. بالبيت. مين هي السنكوحة اللي كانت مأنزعة عندك على الكرسي بالمحل؟ شايفة يخرب بيتها شو سنكوحة. ما اختلفنا، بس ليش لا تقعد عندك على الكرسي؟ شفتي على الغلاظة؟ يعني قديش شفت غلاظ بحياتي؟ كتير، بس أغلظ من هيك زبونة لسه ما شفته لعيني رأيت. يخرب بيتها ما أغلظها، لقوا من أول ما فاتت على المحل انصمدت وانجعصت على الكرسي. شو فاتحين نحنا؟ قهوة؟ كأنه فاتحين قهوة والله. ايه بس لازم تنبهوها، ما لازم تقعد على الكرسي مشان سمعت المحل. تخيل يعني تفوت زبونة تانية، شو بدها تقول؟ ايه طبعا لكان ملاحظتك بمحلها، برافو عليكي. اصلا انا عم فكر الغي الكراسي كلها من المحل، بتفوت زبونة بتشتري ويلا الله معها، مع السلامة. مو فاتحين مضافة خريوش نحنا؟ ايه احسن بلا الكراسي. بلا الكراسي وانت اللي قلتي، بكرة بدي احطهم كلهم على سقيفة. تفضلي حبيبتي تفضلي. ايه مدام سعاد، وين بتحبي وصلك؟ على اقرب اوتيل، تعبانة كتير، أنا كتير تعبانة وبدي ارتاح. تكرم عينك، تفضلي. شف لك شبك عم تتلفت حواليك مثل اللي عامل له شي عاملة. لا ما في شي حبيبتي، بس عم شوف إذا حدا من القاعدين بيعرفني. لا أيو، وإذا في حدا بيعرفك يعني شو فيها؟ لا هو ما فيها شي، بس بخاف تتفسر قعدتي أنا وياكي تفسير غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو عرفاني إنك رح تتضايق وتتكهرب من جيتي كل هالقد ما كنت اجيت من حلب بنوب. لا حبيبتي لا، أنا مالي متكهرب، بالعكس أنا مبسوط كتير من جيتك، بس يعني المفروض كنت تخبريني قبل بسلف، يعني هيك لحتى رتب أموري. إيه ما صار شي، رتبها هلأ، هيا أنا عادت لك بالشام كم يوم. ماشي الحال، أصبح حليلة هاي قضيها أنت هون بالأوتيل، ومن بكرة على بكرة رح دورك على شقة فاضية، بتضل الشقة أريح وأستر، يعني هيك منكنكن على بعضنا ومنشعر بالأمان أكتر. طيب يا أخي ليش متلبك أنت؟ استأجر لك شقة يومين زمان وصلى الله بارك، يعني محسومة المسألة. هلأ هذا اللي طلع معك؟ ليش أنت ما بتعرف شو وضع هالشقة يلي عم تتأجر باليوم واليومين؟ هو معك حق، معظم الشقة اللي عم تحكي عنها مشبوهة، بس ما في قدامك غير حل واحد. أسعفني فيه دخيلك، شو الحل بقى؟ لازم تستعير شقة من حدا بتعرفه. عال، بس مين هذا الحدا يلي عنده شقة للعيرة وبعرفه؟ موجود. مين هو؟ أيمن. مين أيمن؟ أيمن اللي عنده محل براس السوق، عنده شقة فاضية، ومين منزلة من أصحاب السوق بيعيره المفتاح. بس أنا علاقتي فيه سطحية كتير. ولا يهمك أنت، أنا بمون عليه، بس بأجرتها طبعا، أنا ما بحب التعليقة. والله يا عصام ما بظن أيمن ياخد منها. لا يا حبيبي لا، أنا ما بحب أرمي سئلتي على حدا منوب، بتروح لعنده وبتفهمه ياخد إجرة. ماشي الحال، هلا امشي لنشوف شو الله بيخلق معنا، امشي لنشوف. الله يسامحك يا أستاذ عصام، ولك أنو سئلة هي؟ أنت بتمون على هالرقبة والبيت بيتك. الله يخلينا ياك يا سيد أيمن، بس ما علي شي، الصحبة لحال وإجرة الشقة لحال. لك حاجة تحكي بالإجرة بقى، والله خجلتني. فهم لي شريكك سيد تحسين، فهم لي يا يلفها بقى وحاجة يرمينا بحجاره.
معلش يا سيد ايمن، عصام هيك طبعه، سايره الله يرضى عليك هو بيكون رضيان. لا عمي ما حذرت، انتوا اللي خدوني على قد عقلي. ولك يفضح حريشكم، نحن اولاد سوق اولاد مصلحه واحده، ولسه بتحكوا باجره الشقه؟ يا علي ما علي، اذا بدك هلا بطوب لك اياها. قوم لقلك، قوم معي سيد عصام، قوم. لوين بدي قوم؟ قوم معي على الطاوله ورجيك انه انا قد الكلمه اللي عم بحكيها. شرف معي يا سيدي، انت قد وقدود. شرف ارتاح سيد ايمن، شرف. الله يسلم الشقه لاصحابك. ويا سيدي نحن ما راح نخجلك، ما راح نخجلك عصام، هيك بدي اياك. شرف سيدي، وهي مفتاح الشقه. يا سيدي شكرا كثير، وثق تماما انه كل شيء بالشقه راح يضل على ما هو، ما راح نكركب شيء ابدا. ولك حبيبي البيت بيتك، كسر طبش كركب اعمل اللي بدك اياه، حدا عم يقول لك شيء؟ البيت بيتك ولو، شو عم تحكي انت؟ ايه حبيبتي امسكي لليك، هي مفتاح الشقه وهي العنوان، ما بضيع حدا، سبقيني انت لهنيك وبعد ساعتين انا بلحقك. ايه عصام بس ما تاخر علي، بدي خلي لحالي. ها ولو يا سعاد، ليش بتسترجي تاخر حبيبتي؟ يلا الله يرضى عليكي، فوتي تضبي شنطتك يا عبي، ما حاسب الاوتيل انا. يلا فوتي. وكيف هيك فجأة طلعت معك الروحة على حلب؟ لا حبيبتي مو فجأة، انا من امبارح عم خطط للطلعة، بس ما صار مجال لخبرك. وامتى ناوي تمشي؟ هلا بعد ساعة. طيب إذا بدك تروح بسيارتك بروح معك، بسلك على الطريق. لا لا لا، ايش السيارة؟ شو قليلة السواقة من هون لحلب؟ بطلع بالبولمان أريح. طيب والسيارة؟ حطها بالكراج. ليش تحطها بالكراج؟ بركي لزمتني. أوكي أوكي حبيبتي، إذا خلي السيارة معك وأنا باخذ تاكسي على الكراج. ولشو التاكسي؟ أنا بوصلك على الكراج وبرجع. لا لا حبيبتي، شو الحكي هاد؟ يعني ليش أتعزي حالي؟ بعدين السواقة لبكي عليكي جنب الكراجات، زحمة ومحمة وعجق ومجق. لا لا ما فيها لبكي، يلا قوم جهز حالك وضب أغراضك. ايه يلا يلا. اي يلا عصام خلصت؟ يلا يلا جاهز. شو هاد؟ ليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ ليش هيك لابس؟ ليش شبه لبسي؟ ما تفرجت على حالك بالمراية؟ وليش لحتى أتفرج؟ لك يا حبيبي، القميص اللي لابسه مجعلك ومو مناسب للبنطلون. لك حتى شعراتك مو مشطون. أي دخيلك أنت التاني؟ شو رايح أنا على حفلة كوكتيل؟ كلمة شويري يا عالسوق يا عالورشات. ولو كان، لازم تهتم بمظهرك أكتر من هيك. يلا فوت غير أوعيك. ليش كل هالقد منظري مكركب؟ ايه نعم طالع مثل العتالة. بس هيك منتأخر. خلص عصام هلا فوت غير وعيك احسن ما تتأخر. ماشي ماشي. دخيلك. هيك ها؟ يا سلام عليكي ما أحلاكي. لك يا جماعة ما في أحلى من الجواز الثاني بالعالم، مو أحسن من الحرام لا سمح الله. بعدين شو هالأجواء، شو الأجواء الرومانسية هاي؟ من شان تريح أعصابك روحي قوم هلأ
قوم هيك اعمل لك دوش ولبس لك بيجامة. ليش لا؟ فكرة معقولة. حاكم بعد هالشنطة بدي حمام. وبالحمام رح دوش حالي، وبالحمام رح دوش حالي. وين الحمام؟ هون الحمام. ماشي. وبالحمام هيك قالت لي. ما صدقني. مين عم دق الباب؟ شو بيعرفني؟ قوم افتح. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. السيد ايمن موجود؟ لا والله يا حبيبي مو موجود. وينه؟ شو بعرفني وينه؟ بس هيك ما بيصير. شيء. شو هذا اللي ما بيصير؟ صار لي 3 أشهر بدها تعرف هذا التليفون ولحد الان ما عم بجتمع فيه. يا سيدي الا ما تجتمعوا شي يوم. شبرا شبرا لحظه. شبرا يا اخ ليش عم تسكر الباب بوشي؟ لك عفوا يا حبيبي، بتريد شي انت؟ اذا ما خاب ظني اخوه للسيد ايمن. اي نعم اخوه. اصبح بلا امر عليك، تفعل الفاتوره انت وبعدين حاسبه. طيب ماشي الحال. قديش الفاتورة؟ ألف وسبعمية ليرة. أوف، وليش كل هالقد؟ شو بيعرفني؟ روح اسأل مؤسسة الهاتف. ماشي الحال، لحظة بس. مظبوط. يسلموا ليدين. تفضل. شكرا. لا تواخذنا على الازعاج. لا ولا يهمك. خاطرك عمي. مع السلامة يا اخي. العمى شو الناس هاي؟ هلا وقت فاتورة التليفون هلا؟ هذا اللي كان ناقصني. ايه روحي. ليلي ليش حليانة كثير اليوم؟ منو هذه ترى؟ أبصر. مرحبا. أهلين. سيد أيمن موجود برا؟ لا والله مو موجود. شو القصة معكم هاي؟ كمان نجي نسأل عنه بقول مو موجود مو موجود؟ شو عم بشحد مصريين مش حادي أنا؟ وقعت. والله عيب عليكم. شيء. طول بالك يا أخي، ليش عم تعيط؟ فهمني شو الموضوع؟ أخي الموضوع باختصار انه انا صار لي شهر مصلح له البراد لايمن افندي ولهلا ما اعطاني حسابي. طيب اوكي اوكي، ما بدنا نسال عياته عصبيه. تكرم عينك، هلا بس يجي بقول له. لا عمي ما حذرت، يا بتدفعوا لي حسابي هلا يا اما بدي فوت فك موتور البراد اللي ركبته وامشي. بس ايمن مو هون. اصبح خد لي طريق حتى فوت فك الموتور وامشي. ها هيك لك. هيك وسكتين هيك كمان. لك يا اخي شو عرفني انه انت مصلح البراد؟ شي اسمعوا على الحكي، اسمعوا كل الجيران بيعرفوا انه انا اللي ركبت له الموتور. دق لك عليهم باب باب حتى يشهدوا لك بهالشيء. لا 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 واحد لا لا خليك مطمن. لك وقف وقف يا حباب، وقف شوي، لا تدق على حدا. قديش حسابك انت؟ 1500 ليره. طيب لحظه شوي. هي 1500 ليرة. معوضين. الله معك. عبا مصارينا صاروا صدق علينا. لك شو هالشغلة هاي؟ لسه واحد رايح واحد جاي. معلش حبيبي طول بالك. لا مو مسألة طول بالك، المسألة اني اشتقت لك كتير وبدي اقعد كن انا وياكي. الوقت عم يمرق على حسابي الشخصي. لا وكل ما بمهد معك بيقاطعوني. ألو نعم. أهلين حبيبتي. الحمد لله تمام. إيه طبعا طبعا لساتني بالبولمان. وين صرنا؟ صرنا تقريبا قبل حمص بشوي. لا 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 ولا يهمك، هلأ بعد شوي في استراحة. إيه إيه مرتاح كتير. نعم
عم تسمعي أصوات؟ إيه طبعا حبيبتي بدك تسمعي، لأنه شوفير مشغل المسجلة. إيه إيه، لا ولا يهمك، كل شيء تمام، ومن أحسنه الله وكيلك. أهلين حبيبتي. إيه ما في مانع، الله معك، مع السلامة روحي. شو هادية؟ بدها تطمن عليك ساعة بساعة بس مباشر على الهواء؟ لك إيش بدنا نساوي؟ هيك النسوان. قال يعني أنت مو نسوان. هلا أنت جبت الخلياوي من شاني ولا من شانا؟ حبيبتي ما في داعي تتحسسي، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ خلينا بحالنا هلا. معك حق، بدون ما تتعكر قعدتنا، حط لك قطعة بيتي فور؟ إي والله حبيبتي، حطي لي كم قطعة على ذوقك. على عيني. تفضل. يسلم هديات. لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. شو هذا كمان؟ هلا هيك رح نقضيها؟ افتح أنا عنا. لا لا امسكي امسكي، أنا بفتح. أنا افتح عنا. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا آسف كتير للإزعاج. لا لا معلش، تفضل أمور. الأستاذ أيمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير، في شي؟ أنا أبو يمان، رئيس لجنة البناية. أهلا وسهلا، تشرفنا. الأستاذ أيمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير يا أخي، في شي كمان؟ حضرتك أخوه؟ لا والله أبن خالته. والنعم، بس أنا حبيت بلغه إنه باجتماع لجنة البناية قررنا إنه نقطع الكهرباء عن كل المتخلفين عن دفع الاشتراكات الشهرية. مو غلط، قطعوها. قرار حكيم كتير، وأكيد ابن خالتي أيمن رح يوافقكم عليه. عال كتير، ونحن رح ننفذ هالإجراء اعتباراً من اليوم. ليش لا حبيبي؟ ليش لا؟ حقكم. لحتى المطيلسين عن الدفع يتحسوس ويزوقوا على دمهم ويدفعوا. حلو كتير. وأنا حبيت بلغكم حتى ما تتفاجئوا، لأنه أنا رح أبعت الناطور لحتى يسحب البيشون من ساعتكم. ساعتنا نحن؟ إيه طبعاً، لأنه الأستاذ أيمن متراكم عليه أكثر من 4 شهور، يعني في دورتين لسه لهلأ ما دفعوا. عفواً، بس أنا حالياً ما بقدر أقعد بلا كهرباء يا حبيبي. هذا قرار اللجنة مو قراري، واتخذناه بالإجماع. طيب عفواً، يعني ما بيتأجل هالقرار التاريخي لبكرة بس؟ لا 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 لا, لا أبداً، يا الدفع فوراً يا سحب البيشون. طيب لحظة لحظة، أنا أجيب لك المبلغ. تفضل، هاي 1200. يسلموا هالإيدين. الله يسلمك. هلأ ببعت لك الوصول مع الناطور. لا 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 معلش معلش، دخيلك لا تبعت حدا، بوس إيدك حبيبي. أنت الله معك. فاتورة الكهرباء. قلت أنا؟ لا لا، شو تردي أنت؟ شو فيها؟ شلون شو فيها؟ شو جاب الموبايل بين إيديكي؟ الو، اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. نعم يا ستي، نحن هلا بالاستراحه. ايه عم اكل سندويشه جبنه مشلله مع كاسه شاي. نعم الاستراحه. ما بها شيء ظريف كتير. شو حطولنا بالباص يا ستي؟ حطولنا فيلم رجل وامرأة. اي ما حبينا حطولنا التايتانيك. اي سبيشال ريكويست. بس لسه ما خلص، هلا بدنا نكفيه. اي روحي، بدك شيء؟ بحكي معك بس نوصل على حلب. وهو كذلك. الله معك عيني، الله معك، مع السلامة. شو عصام؟ شايفة رح تخليني اندم لأني نزلت من حلب. ليش حبيبتي؟ ليش؟ لك شو ليش؟ رح نقضيها بين التليفون وبين الباب. شايفة شايفة؟ بس ما بيطلع بإيدي شي. لا سيدي، بيطلع بإيدك. سكر لي زر هالموبايل بقى. ما بقدر يا عيني، ما بقدر. بعدين هنت بتقلي ليش سكرته؟
قولي يا علينا شو القصة اليوم؟ شو اخذ شربة جرس الباب؟ عن اذنك. اذنك معه. مرحبا استاذ. انت الناطور مو هيك؟ نعم استاذ انا مستور وهي الوصولات. انا ما قلت له لا يبعث لي الوصولات مع حدا. ما بعرف. لا 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 لازمك شيء استاذ؟ لا حبيبي يسلموا. خلي الوصولات معك وبس يجي ايمن تبقى بتعطيه هو. منيح هيك؟ عفوا استاذ انا كان لي مع الاستاذ ايمن 350 مره جبت له 3 كيلو خبز و 3 كيلو فواكه و 3000 ومعجون جلي و... اوكي 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 تفضل هاي 350 ليره تفضل. ها الله معك. يسلم يسلم. مع السلامه. شو حبيبي عصام فكرت بالموضوع ولا لسه؟ أنا موضوع؟ شو أني موضوع؟ موضوع إعلان زواجنا. لك يا حبيبتي تأكدي إنه الوضع ما رح يضل هيك لأنه أنا ما بسخفيكي. بس ما علي شي بدك تصبري شوي. قديش علي شوي يعني؟ ما علي شي سعاد خليها للظروف يعني ما بقدر أوعدك بشي هلأ. مثل ما بدك وأنا كمان ما رح أضغط عليك من اليوم ورايح بس بديك ما تنسالي هذا الموضوع لانه بتعرف قديش مهم بالنسبه لي. ايه ها شفتي هيك ما احلاكي؟ هلا عرفت اني حلوه؟ طول عمري عم شوفك حلوه ومو بس حلوه احلى وحده بالعالم كله. لا مو احلى وحده في كلوديا شفار احلى مني. افشرت عينها شو هي كلوديا شفار ولك ما بتطلع نقطه ببحرك. امنت بي الله على هالنهار ولك شو الحظ اللي لي يخرب بيته شو مسخر تصريم منو هذا كمان؟ عدم المؤاخذه انا ابو كامل جاركم اللي فوق. لك اهلا وسهلا والسبع تنعام حصلت لنا البركه شرفنا بمعرفتك امور اخي. اكيد اخوك السيد ايمن هون مو هيك؟ لا والله وانت اللي قلت مو هون. واكيد حضرتك اخو اللي كان بدبي مو هيك؟ مظبوط. انا لك هل دخيل عينك اخي انه في فاتوره دفعنا لها اياها الشهر الماضي ولعل ما سمعت فيه لحد يعذبني فيها. معليش اخي معليش مو مشكله هو جاي بكره وهو بيدفع لك اياها. حبيبي اذا ما بيصير سئلي انا مضطر على المصاري اليوم بعدين الشغله مو محجزه كلها 800 ورقه. لك ما اختلفنا يا حبيبي بس الشغله بينك وبين ايمن انا شو لي علاقه؟ شو لي علاقه؟ لك يا اخي اذا اخوه ما له علاقه لك مين اللي له علاقه؟ بعدين يا اخي اذا ما معكم مصاري تدفع فواتير القوي ليش بدكم تخلوا غيركم يدفعكم اياها؟ لك عيب هيك ما بصير عيب يا اخي عيب. لك طول بالك يا اخي طول بالك شوي يخرب عقلك ليش انبحتت هالبحتين؟ انبحت صار لي شهر طالع نازل على هو وما هون وهلا راح وهلا اجى بعدين الله يتم عليك هلا انت واصل من دبي معقوله ما يكون معك 800 ورقه تدفعهم عن اخوك؟ لك شو هالاخوه؟ لك هلا انت شو بدك بهالشغله هي؟ حبيبي لا ترفع صوتك علي انا بدي مصاري وبهاللحظه والا قسما عظما بعمل طوشه لاول ما لاخره انت لسا ما بتعرف فيها ما بتعرف انه لك خلاص يا حبيبي خلاص ما بدها تشهد مساله روق دمك وهدي اعصابك تفضل وهي 800 ليره تفضل هيك ها الله يعوض عليك عليك صحيح تذكرت ابو حمد السمان له حساب عندكم بشي 1050 ورقه ادفع لكم اياها لا 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 حبيبي لا تدفع شيء كتر خيرك ان شاء الله لا تدفع شيء مثل ما بتريد الله معك ساعة اللي استعرت فيها هالبيت من هالشخص العمى ما أحمرني كانت باقي ومحولة سعاد فوتي طب اغراضك لأنه هالبيت ما عاد ينقعد فيه أبدا. وين بدنا نروح؟ رح رجعك على الأوتيل ولا قلك سبقيني أنت على حلب وأنا ببقى بلحقك. ألو نعم أهلين أهلين حبيبتي. لا لا صرت بحلب هلا بحلب انا ايه بالكراجات. اوكي اوكي روحي بحكي معي بعد ساعه بحكي معك. ايه روحي ايه لا ولا يهمك الله معك.
استاذ، انا بياع الحليب. يسلم دياتك، ما بدنا حليب. مو جاي بيع حليب انا استاذ، انا جاي اخذ حسابي من السيد ايمن. ولخ تضرب هذيك الساعة يلي شفت فيها وشه لسيد ايمن، فهمت ولا ما فهمت؟ وتضرب الساعة اللي اخذت فيها منها مفتاح البيت كمان، كانت ساعة حمرة لمني، لا شك في ذلك على الاطلاق. ولك حلوا عني بقى حلوا. عصام ما بزل عليك بحرف العمل هالدرجة وأكتر. قال ما بده ياخد إجراء، قال لك يخرب بيته، هجموا علي مثل الجراد، واحد رايح وواحد جاي. بتصدق إني دفعت أكتر من 6000 ليرة بهالساعتين زمان؟ لا 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 يا عيب الشوم عليه، وانت شو عملي؟ لك شو بدي أعمل يعني، وصلت سعاد على كراج البولمان وسفرت على حلب ورجعت أنا نمت بالأوتيل. لا 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 على الشغلة. طيب انت ليش ما رجعت نمت ببيتك؟ شلون بدي أرجع نام بالبيت وأنا قايلة لمرتي إني بحلب؟ ايه والله مزبوط، بس تعرف عصام لازم ما تسكت له الايمن، ما تسكت له ابدا. طبعا ما رح اسكت، هلا رايح لعنده على المحل واعمل له فيلم مرتب. لك شو مفكرنا اولاد صغار قدامه؟ الو الو نعم، اهلين هنوده. اهلا وسهلا حبيبتي، تمام ماشي الحال. انا وين؟ بحلب روحي. وين بدي اكون يعني لك؟ ايه بالسوق طبعا. لا 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 ما رح طول، اليوم المساء نازل على الشام. شو جبلك معي؟ نعم صابون وزعتر. ايه على عيني وراسي الف غرض مثل الغرض. ايه ماشي روحي، تسلمي لقلبي، الله معك، مع السلامه. بتعرف لك شي واحد هون ببيع زعتر حلبي وصابون غار؟ ايه في واحد جوا بالبزوريه. دخيل عينك، بعت لي هذا صغير بلال، بعت لي اياه حتى يشتري لي كم كيس زعتر حلبي وكم كيلو صابون غار وشي 3/4 اكياس تفريك. تكرم عينك، وين رايح هلا انت؟ لوين يعني؟ لعند السيد ايمن، في حساب عسير بيني وبينه. حلو كتير، بس ترجع بتلاقي اغراضك جاهزه، الله معك. ماشي الحال، مع السلامه. مرحبا. اهلين استاذ. وين معلمك سيد ايمن؟ لسه ما اجا. واي ساعه بشرف على الشغل؟ ما بعرف. يعني رح يجي اليوم ولا لا؟ كمان ما بعرف. شو بتعرف لك؟ بتحب له شيء بس ليجي؟ لا لا تقول له شيء، انا بس شوفه بقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد ايمن موجود والله؟ كمان انت لك مصاري عليه للسيد ايمن؟ ولك تضرب هذيك الساعه اللي شفت فيها وشه للسيد ايمن، وتضرب الساعه اللي اخذت منه فيها مفتاح البيت، ولك حلوا عني بقى حلوا.